مبسوط جدا الصراحه بالاجواء. يعني انا دي اول مره جو اووردز، ما جتش السنه اللي فاتت، كان عندي تصوير، والسنه دي عايز اشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوه. وبجد لما جيت انا انبهرت بالايفنت نفسه. يعني رح اسالك اسئله كتير سريعه، بتجاوبني بس بالعدد. بالعدد؟ اه بعدد. اوكي، نتعرف عليك اكثر. كم فنجان قهوه بتشرب بالنهار؟ ولا واحد. ما بتحب القهوه؟ كم متابع عندك على انستغرام؟ سلامات. كم متابع عندك على انستغرام؟ almost 5 مليون. كم مره غيرت ستايل او لون شعرك؟ شو مره غيرت اللون؟ غيرت كتير السنه اللي فاتت دي، غيرته اكتر من مره. عدد تقريبا 3. كم مره رح تقتلني بعد هالسؤال حبيت بحياتك؟ مرتين مثلا، مره قبل الجواز وبعد الجواز. كم ساعه بتنام باليوم؟ 8 ساعات مثلا. شكرا احمد، بنشوفك بالمهرجان. ثانك يو.